قد تخفي الثياب الجميلة حقيقة الإنسان، لكن الكلمات الحمقاء سوف تكشفه بسهولة. أحياناً عندما نسدل الستائر لا لكي لا يرانا الآخرون، ولكننا نفعل ذلك لكي نشعر بأنفسنا أن لنا حياة غير التي نتقاسمها مع جميع البشر. ابتسم لأنك تتمتع بصحة وعافية، فهناك من المرضى من يتمنى لو يستطيع شراءها حتى لو بأغلى الأثمان وبكل ما يملك. ابتسم لأنك حي ترزق، وغيرك من الأموات يتمنون أن يعودوا يوما للحياة ليعملوا صالحا. ابتسم لأن لك رب تدعوه وتعبده، وغيرك يسجد للبقر. ابتسم لأنك أنت هو أنت، وهناك غيرك يتمنى أن يكون أنت. ليس خطأك أن تولد فقيرا، ولكن خطأك أن تموت فقيرا. القشة تطفو على سطح الماء، والحجر الكريم يغوص في الأعماق. في اليوم الذي لا تواجه فيه أي مشاكل، تأكد أنك في الطريق الغير صحيح. قل للمرأة أنت جميلة، فسترى كيف ستحملك بين طيات قلبها، وتلقي بك في شوارع حبها، وتراعك وتقف معك دائما. المرأة مخلوقة رقيقة، تشعر بحروفك قبل أن تقال. إن كنت معلما فأسمع طلابك كلمات مدح تشعرهم بقدرتهم وتمكنهم من الاستمرار، فإن بعض الكلمات تولد الإبداع. قل للمبدع أنت رائع كي يزداد إبداعه. قل للذكي أنت ذكي كي يبدع وينمي ذكاءه. شعطف على الصغير، قدم له حنانا من الكلمات، علمه جمال الكلمات، فإن كلماتك ستبقى معه إلى حين يكبر. احترم الكبير وجالسه واسمع لحكمته، فهي دروس تقدم لك وتترك أثر في نفسك. ابتسم دائما ولا تخفي الابتسامة عن محياك، فالجمال جمال الرقة، والابتسامة صدقة جارية حافظ عليها. عود لسانك على الكلام الجميل دائما. امدح الناس كما تحب أن يمدحوك، جاملهم واثني عليهم، انتقدهم بأسلوب حسن واستخدم النقد البناء. إن سمعت كلمة في غير محلها دعها تموت في قلبك، ولا تبح بها لإنسان، كي لا تصير جمرة في فمك فتكويك وتترك جرحا في قلبك. احذر من أن ترى نفسك فوق الناس بما تحمله من شهادات ودرجات، إن التواضع زينة الحياة، وإن التكبر لمنفر الناس من حولك. عندما تسطر قصة حياتك لا تجعل شخصا آخر يمسك القلم. لا تبدأ يومك بالتفكير بما يقلقك، ولكن ابدأه بالتفكير بما يسعدك، فالملك كله لله وليس لأحد سواه. أرضى بقضاء الله وقدره، إن الأقدار مكتوبة والأرزاق موزعة، وأمر الله آت لا محال، فكل هم زائل لا محال. هناك من يعالجون أوجاع قلوبهم بالصمت، وهناك من يحاولون نسيان أوجاعهم بكثرة الكلام. إذا حاولت التوقف عن التفكير لعدة دقائق ستجد نفسك محاصرا بالأفكار من جميع الجهات، بين الماضي والحاضر والمستقبل. ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري، لأن الأوقات الحزينة نشعر بها بأنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة. العالم الذي بين يدينا الآن هو نتاج لأفكارنا لا نستطيع تغييره دون تغيير فكرنا. نحن مجانين إن لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر. الحب هو ذكاء المسافة، لا تقترب كثيرا فتلغي اللهفة، ولا تبتعد طويلا فتنسى. وراء كل إنسان حياة أخرى يعيشها بمفرده. عندما يغلق أمامنا باب من أبواب الأمل، قد تفتح لنا أبواب أخرى، ولكننا لا نراها لأننا نمضي الوقت في الحسرة على الباب المغلق. فتفاءل ولا تتحسر على الماضي. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل.
الإنسان دون أمل كالنبات دون ماء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. يجب ألا نفقد الأمل في الإنسانية، إن الإنسانية محيط، وإذا ما كانت بضع قطرات من المحيط قذرة فلا يصبح المحيط بأكمله قذرا. ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام، ولن تقف في دروبنا الصعاب، لندخل في سباق الحياة ونحقق الفوز بعزمنا. فاليأس والاستسلام ليست من شيمنا. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الألم العميق يصنع منك شخصا مبدعا. يمكن للشخص أن يسبب الأذى للآخرين، ليس فقط عن طريق الفعل، بل أيضا عن طريق الامتناع عن الفعل، وهو في كلتا الحالتين مسؤول أمامهم عن الضرر. إن لم يكن بحياتك سوى كلمة ألم، اقلب آخر حرفين واجعلها أمل. أعظم الجهل معاداة القادر، ومصادقة الفاجر، والثقة بالغادر. لو علم الذين يتكلمون عني بالسوء ماذا أفكر بهم، لزادوا كلامهم سوءا. إن المثل التي نارت طريقي ومنحتني مرة بعد مرة الشجاعة لمواجهة الحقيقة هي الحب والجمال. عندما لا أستطيع أن أعالج الأزمات التي أصادفها، فإنني أدعها تعالج نفسها بنفسها. أفضل الحقيقة المضرة على الخطأ المفيد، فالحقيقة تشفي الأذى الذي تسببت به. في بعض الأحيان يسكن المستقبل فينا دون أن ندري، وكلماتنا التي نظنها كاذبة تلامس واقعا مقبلا. قد تكون الكلمات الطيبة قصيرة وسهلة النطق، غير أن صداها يتردد إلى اللامتناهي. لا تعتقد أنك أخطأت الطريق إذا لم تذهب بعيدا. لا تحاول أن تصف الأشياء بأنها نهائية. أولا، لا أحد يعلم بالآتي، وثانيا، لا شيء في هذا العالم نهائي. إذا استطعت أن تحسن حياة إنسان واحد، أو تهدئ ألما واحدا، أو حتى ترشد طائرا إلى عشه، ما ذهب عمرك سدى. قد يكون الحظ صدفة، إلا أن النجاح رسالة. إذا كانت الطريق سهلة فاخترع الحواجز. لا يتحقق السلام الداخلي إلا إذا سامحنا بدلا نحاكم. العاطفة والحب قادران على تغيير العالم. نكسب عيشنا بما نأخذ، ونبني عمرنا بما نعطي. إن الإنسان الذي لا يرغب بشيء هو بدون شك أكثر تعاسة من الذي يتألم. أن تكون حرا ليس قط أن تفعل ما تريد، بل أن تريد ما تستطيع. غدا هو يوم جديد، ويعتمد مصيره علينا. إن القيام بخطوة جديدة أو التلفظ بكلمة جديدة هو أكثر ما يخشاه الناس. لا تترك أحدا يأتي إليك ثم يذهب بدون أن يصبح أكثر سعادة. تنتمي الحياة إلى هؤلاء الذين يتقنون ترويضها، وإلى الذين يواجهونها بدون خوف. إن النجاح لا يعتمد على المساعدة الخارجية بقدر اعتماده على الثقة بالنفس. وحدهم الذين يجازفون في الوصول إلى الأبعد يكتشفون إلى أي مدى قد يصلون. إن احترام الذات هو أكبر محرك للنفوس العزيزة. غنى الحياة بقدر صداقاتها، فالسعادة الكبرى كامنة في أن نحب ونحب. أن تبقى أمينا على حقيقتك يتطلب كثيرا من الشجاعة. عندما لا تكون الحقيقة حرة، لا تكون الحرية حقيقة. القراءة تصنع إنسانا كاملا، والمشورة تصنع إنسانا مستعدا، والكتابة تصنع إنسانا دقيقا. الصداقة ليست أن تقف إلى جانب الصديق عندما يكون على حق فقط، بل عندما يكون حتى على خطأ.
أن نقوم بأعمال كبيرة للآخرين أمر نادر، غير أننا كل يوم نستطيع أن نقدم لهم أموراً صغيرة. ليس هناك امرأة تكره الحب سوى امرأة شقيت من الحب.